يقولون عثمان رضي الله عنه أتقولون إنه صاحب بدعة؟ والله ما أعلم أحدا قال بهذا من المسلمين، ما أعلم. فكيف يقول هذا مسلم إنه صاحب بدعة مبتدع؟ أبدا. ولكن يقال اجتهد، والاجتهاد يصيب ويخطئ. ومما اجتهد فيه قطعا ذلك الأذان الأول بالزوراء الذي جاء فيه حديث السائب في صحيح البخاري، كان نداء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أوله إذا صعد الإمام على المنبر، لما كان عثمان جعل الأذان الأول في بالزوراء الحديث. وهذا يفيدك على أن الأذان الأول يقينا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر، ولا يقول إنه فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر أو عمر عالم من العلماء أو شم رائحة السنة. والاتفاق على أنه كان في زمن عثمان. قال ابن رجب اختلفوا في من أحدثه، فقال يعني أحدثه عثمان في زمنه، ولم يقل أحد أنه مبتدع، نقل نقولات على هذا اللفظ. وقال ابن عمر فيما ثبت عنه عند ابن أبي شيبة وغيره من بعض الأسانيد أكثر من إسناد إنه بدعة، وقال ببدعيته جماعة من أهل العلم، نقلنا قولهم في كتاب أحكام الجمعة وبدعها، دون أن نقول ولله الحمد إنه مبتدع البتة، ولا ما لا يتجرأ على هذه الكلمة. هو صحابي مبشر بالجنة، ودائما وأبدا ونحن نقول ليس في الصحابة مبتدع، هو مبشر بالجنة، تستحي منه الملائكة، زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيه، حفر بئر الرومة وله بذلك الجنة، وجهز جيش العسرة وغير ذلك من الأفاضل له، ثم يقال أنه مبتدع. أقول الله هذا من الظلم والتلفيقات والأكاذيب التي يتنزه عنها من يتق الله عز وجل ومن يحترم العلم الشرعي والحق وأهله. هل كل من ارتكب بدعة مبتدع؟ وما هو الضابط في هذا الأمر؟ تكلمنا غير مرة في هذا وأصبحنا بالصحيح فاستهمنا من الكلام في هذا. الضابط أن المبتدع مبتدع، يكفي هذا وما يكفي ذلك. نعم، وأقصد من هذا الشخص الذي عنده بدع مثل الموالد، مثل الاحتفال 27 من رجب، ومثل الاحتفال بعيد الهجرة، ومثل الاحتفال بماذا بليلة النصف من شعبان، ومثل أيضا التجمعات التي يتجمعها الصوفية ويرقصون في المساجد، هذا سمه مبتدعا ولا كرامة. لكن سني وضع في بدعة، فأنت تقول عملك هذا بدعة ولا تسميه مبتدعا، كما حصل من عثمان رضي الله تعالى عنه في الأذان، أذان الجمعة الأول، فعبد الله بن عمر يسميه بدعة الأذان الأول الجمعة، ولكن ليس هناك من يجرؤ على تسمية عثمان أو على قول القول بأن عثمان مبتدع رضي الله تعالى عنه. عندي سؤال، من صاحبه؟ هل يقول أنا؟ أي نعم، والمسجلات أمانته، فمن يقول أنا؟ البطل سيقول أنا، أبو عبد الرحمن ما في أحد يقول أنا. نعم، فإن قال قائل أنتم تقولون ما فعله عثمان ليس بسنة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، فما جوابنا على ذلك؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سنة الخلفاء الراشدين، نعم، ولم يقل سنة واحد منهم. طيب، وعلى هذا فلو قال سنة الخلفاء الراشدين
وأخذنا بقول واحد منهم ما أخذنا سنته. وأبو محمد بن حزم في يرجع هذا الحديث ويقول لو أخذنا بقول واحد وتركنا قول آخر في مسألة ما كنا أخطأنا في الحق، لكن نأخذ ما وافق الدليل من أقوالهم جميعا. طيب أجبت وعصبت، جزاك الله خيرا. شيخنا في كثير من الناس أو يعني بعض الكتاب يتحدثون عن بعض السنن مثل وهي سنة الجمعة الصبرية، فيقول وكذلك الأذان يعني جعل الأذانين في الجمعة، فحينما تسألهم يعني سألت بعض الدكاترة قال نأخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعد الراشدين من بعد، فقال إنه بهذا يعني هي السنة استلها الخلفاء عثمان وهم من الخلفاء فتكون هي كسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيك بهذا الاستدلال أو طريقة الاستدلال هذه؟ استدل على أنها سنة بالحديث هذا عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعد، ويستدل يعني استدل على ذلك بكثير من الأفعال التي يفعلها الخلفاء الراشدين ويقول هي سنة ما دام أنه ثابت في هذا الحديث. نعم. نحن جوابنا عن هذه الشبهة معروف. أولا هم يفهمون هذا الحديث خطأ، لأنه ليس معنى الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أي وسنة أحد الخلفاء الراشدين، لا ليس هذا هو المعنى، وإنما المقصود سنة جميع الخلفاء الراشدين، وحينئذ يبطل استدلاله. أليس كذلك يا أبو عبد الرحمن؟ حيث أراد صاحبك أن يحملك على الكلام فأبيت عليه، والآن صدقت فيما قلته وجزاك الله خير. هذا أول شيء. ثاني شيء، سنة الخلفاء الراشدين أمر بها لأنها تكون عادة مطابقة أولا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قد تكون دالة عليها ولا تعني، أو هذا الحديث لا يعني خذوا بسنة الخلفاء الراشدين ولو خالفت سنتي، وهذا المعنى لهذا الحديث أنا أستقيه من آية في القرآن الكريم، ولا يمكن لأحد أن يفسرها بنحو ما فسر ذاك الدكتور حديث الرباط ابن سارية. الآية هي قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين على وزانها من حيث الدلالة وسنة يرحمك الله وسنة الخلفاء الراشدين، لا أحد يستطيع أن يقول ويتبع غير سبيل المؤمنين أي غير سبيل أحد المؤمنين، وإنما جميع. الآية هنا من حيث الدلالة على عموم المسلمين، كذلك الحديث من حيث الدلالة على عموم الخلفاء الراشدين. فإذا وضح هذا الفهم الصحيح للحديث سقط استدلالهم جذريا من أصله، على أنه لو أصروا وقد يصرون على أكثر من ذلك